صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي خليك انت تسمعوا هالمساج كيف عمي حسن نصر الله عم بيحكي وأنا أوضح لكم. اسمعوا. السلاح النووي الإسرائيلي الذي يمشكل تهديد لكل المنطقة نحن نحوله إلى فرصة، نحوله إلى تهديد لإسرائيل، يا لطيف لكيانها، يا لطيف، لمستوطنيها، يا لطيف، شو هالقبضوي، لغزاتها الذين يحتلون فلسطين محتلة، يا لطيف، بس دخيلك ها البعض اعتبر لتحتل أوروبا. القرار الإسرائيلي بإخلاء خزان الأمونيا في حيفا مؤشر نعم على قرب الحرب على لبنان. نعم قد يكون ذلك، أنا لا أوافقه، بأكد لك ما في حرب عليه، لأنه إيران عطيتك دفتر الشروط وعم بتنفذه حرفيا على ثقة العدو بالمقاومة في لبنان. طمن بالك، عم بتنفذوها حبة حبة، العدو بقوة وقدرة المقاومة في لبنان. حكي احكي حكي، عندما تقول نعم تستطيع أن تنفذ ما تقول. لك ليش ما رديت 100 مرة صورونيك عينك نكعيت صغيري بالنسبة لألم، ما رديت ليش؟ في اتجاه آخر، مؤشر آخر أيضا أريد أن أقل شو هو في عند هذه العجالة. نعم هو طيب بده يعمل حرب، الكل بات يعرف نعم أن الحرب الجوية وحدها لا تحسم معركة. وكيف حسمتها الروس بسوريا؟ في أي مكان، كيف بسوريا حسموا لكم اياها لصالحكم؟ العراق لو ما في جيش عراقي وحشد شعبي نعم وقوات مكافحة إرهاب وعشائر عراقية تقاتل، لو جاء أقوى سلاح جو في العالم لا يستطيع أن يحسم المعركة. كيف حسم لكم اياها وعطوكن هالنصر اللي عم تتبوهر فيه الروس؟ الجيش السوري كيف طيران الروس؟ ما عنده جيش، عم بيستعملكن الطيران من مختلف الحلفاء تقاتل على الأرض السورية. نعم والشعب السوري يقاتل على الأرض السورية، الشعب السوري كله معي، أقوى سلاح جو عم تذبحوا أنت. تعلموا يا معارضة سورية كيف بتحكوا، وشريك في النصر عم بيذبح الشعب السوري هو، لكن هذا صار معروف ليكا، والشعب السني بالذات وليكا من الحروف في العالم ليكو. هذا اليوم من الثوابت، هو أبدا العشائر العربية عم بتقاتل معه، هذا واحد لازم يفهمها للناس. ماذا لأنه نحن شو حنعمل فيه؟ لكن يعني الطيران قوات إلى لبنان، إلى لبنان لحظة توضح لك إياه، تصنع نصرا حاسما قاطعا رح و... تكرم رح وست رح أعمل لك هي إيزي بيقرره المعلم الكبير، مثل ما إيران مرنتكن وعطيتكن وكذا وإلى آخره. طبعا طبعا تلعب ورقة المعلم شو بيأمر، وإلا كانت تركة صدام حسين المعلم يقطع مترين زيادة ويصلح الأهواز العربية وتدور المعركة على أرض إيران. منعوه وخبطوه تأنتوا تقوى، هو مجرم طبعا طبعا، ديكتاتوري مجرم، شي اللي عملوا الأنظمة الديكتاتورية اللي شفناها بإيران وبسوريا وبالعراق عن أيام صدام حسين وبالخزافي، هيدي ما في إلا النازية عملوها قبل منهم، بس إني أكتر كمان. طيب إيه، في كتير لبنانيين جاهزين بالملايين يا عمي حسنها، بالملايين، وما بدن ميل يمرنوهن ويصلحوهن ويغطي الطيران مثل ما الطيران الروسي جيبوا الكنية يغطيكن، بيجيبوا الطيران الروسي وبيقولوا له غطي هول اللبنانيين تشوف كيف بدين يفوتوا لك على الضوحية، على قلب الضوحية المعركة بدين يعملوا لك هي. وكتور اللبنانيين القلب مليان من أساليبك ومن زعرن عن الناس ومن ذبح الناس وسرقة المال العام، متمكنين بالميزانيات بالعراق وبسوريا وبلبنان وعم تصلوا هالميزانيات. هني ساعتها بيحطوا ايدهم لحو ميشيل عون عمله، حكومي عرجة ما فيها شيء، ما فيها ميثاق وطني، الضباط اللي عيننك بالحكومة اسلام ما قبلوا يفوتها، وعمل حكومتين ويفرض على البنك المركزي تيعتي. هذا مبارع عن ايامنا، اطمن بالك، ليش بدين يفوتوا عليك الاسرائيليين؟ عملوا لك الفيلم سنة 2006 فوتك محل ما لازم تفوت، بس هلا ليش في اللبنانيين جاهزين تيفوتوا؟ مش 85% 97% من السنة رأسا بيفوتوا مع هالقوات،
وبتشوف هالمعركة اللي بيعملوا لك هي. عمي حسين بس انك شاطر تحكي، ايه هيدي هالشطورة، مثل ما بتركب، مثل ما بتركب العكس اللي انت عم تعمله وعم تقنع هالناس هيك بهالبراءة كأنك الام تريزا. يا حرام العشائر العربية، يعني العشائر السنية ماشي معكم مع الحشد الشعبي يا تذبح السنة، والشعب السوري والجيش السوري اللي بأكثريته سنة، انه لا الشعب ماشي معك انت بهالفوت اللي عم بتفوتها وعم بتدبح السني بهالشكل. ليش بدهم يفوتوا لعندك ويجيبوا الجيش الاسرائيلي تيفوت؟ بيضربوا لك الصواريخ مثل ما عم بينكعوك، بيخلوا الروس يعملوها مثل ما عملوها لصول، هيك بيعملوها عليك وبيقولوا لنا نعملوها، وبتشوف كيف القوات بدها تفوت. بتمنى على المعارضة السورية تعلموا الشطارة. للمعارضة السورية بقولن وبتمنى عليكم تسمعوا. ليكو شفتوا حسن نصر الله شو بيحكي، بكن تتعلموا هالحكي. شوفوا جهاد الخازن، الأخ والأخت والأخت والأخ، شوفوا مبارح ما قال سمير عطالله انه هو بالصدفة كان بأوتيل الريتز. انا بعمري مني يمكن بعمره ما قوطع الشانزليزيه سمير عطالله صوب الأوتيل الريتز، لانه دعي محمد الفيد انه عملت مقاول ضده. هلا لا انا بدي اعمل غفران بهالعمر للمقاول اللي عملته بالاول. بكن تتعلموا هيك المعارضه السوريه، بكن تحكوا شيء العكس تماما اللي عم تعملوه. هالصراحه اللي انتوا عم تحكوا فيها ما بتركي. رح اقولكم شغلي للمعارضه السوريه، بتمنى عليكم تسمعها. دول السبعه الصناعيه مع روسيا بدهم يعملوا بيان ويقولوا نعم الجولان هو أرض ليست سورية، هو أرض سموها البكن، سموها الآن لدولة إسرائيل. مين كان قبل دولة إسرائيل؟ العثمانيين، ومين كان ومين كان ومين كان؟ هيدي ما بدنا نحكي فيها. اليوم في دولة إسرائيل، إيه إنه هالأرض هي لدولة إسرائيل، وصحيح الحكي. أنتم ما لقلكن ضملكن ياها سيكس بيكو، وأخذ منكن الأقضية الأربعة، وأخذوا لواء إسكندرون منكم. الأقضية الأربعة بلبنان هي لقلكم، شئتوا أما بيتوا، من للبنان. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان. تكفي واسمع عمي حسن عشان بيحكي.